مصر ولادة، بنات وشباب، ستات ورجالة، فن وسياسة، اقتصاد وتجارة، استثمار وريادة، دايما دايما في كل المجالات هتلاقوا لمصر الريادة. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج مصر الريادة. الحقيقة حلقتنا النهاردة حلقة استثنائية، حلقة مهمة جدا جدا، مهمة لأنها ماشية في سياق بتاع الدولة، ماشية نحو التنمية، ماشية نحو الاستثمار. النهاردة خليني قبل ما أبدأ حلقتي أرحب بضيوفي. أنا معايا الباشمهندس جمال حمدي نصار. أهلا بيك يا أهلا بيك يا باشمهندس. الله يخليك. صاحب شركة النصار للاستثمار العقاري والتطوير، ومعايا سيادة المستشار أحمد إبراهيم. يا أهلا بيك وأهلا وسهلا، وإحنا اللي يعني تشرفنا بيكم في البرنامج ومتشكرين على هذا اللقاء. إن شاء الله يا رب نتمنى أن يكون مثمر والناس استفاد منه كلها. امين إن شاء يا رب بوجودكم. سياده المستشار احمد ابراهيم هو طبعا محامي ومستشار قانوني لمجموعه شركات في التطوير العقاري والاستثمار العقاري، ومن ضمن الشركات دي شركه النصار جروب بتاعه المهندس جمال. مهندس جمال، خليني الاول، اولا انا يعني بشكرك جدا على الدور اللي انت بتقوم بيه، او انت عملت الترس في منظومه الدوله، فخليني الاول اسالك عن النصار جروب. بتعمل ايه النصار جروب؟ والله احنا حضرتك الشركه كنا الاول شغلنا في المهندسين وفي الهرم، يعني في وسط البلد، الجيزه وسط البلد وكده. فاحنا جينا دلوقتي مع الدوله، بدانا لقينا، حسينا ان الدوله محتاجه ان احنا نطلع للمدن الجديده، فبدانا لقينا العاصمه، سمعنا العاصمه، انا ما رحتش فرحت من فتره قليله، لقيت العاصمه بدأ، فقلت نشوف الشركه ايه وضعنا، ايه بقى هناك. فبدانا بالفعل، لقينا ما شاء الله، لقينا هيئه المجتمعات العمرانيه طرح اراضي، بدانا نشتري من اشخاص مشتريه من الجهاز، وبدانا بالفعل مباني للقطع دي، ولقينا الجو هناك مساعدنا ما شاء الله على الاستثمار. انت موجود فين؟ مدينه ايه؟ مدينه بدر قدام العاصمه الاداريه. يعني بدر، انا دايما سمعت ان دايما حتى مدينه بدر مستغله دلوقتي، ان كل او معظم الموظفين اللي هيشتغلوا في العاصمه الاداريه الجديده بعد نقل الحكومات والوزارات وكل الكلام ده هيكون ليهم بيوت في مدينه بدر. نقدر نقول ان مدينه بدر هي الظهير للعاصمه الاداريه؟ بالفعل كده، هي اللي هيبقى كل الناس اللي هيكونوا بيشتغلوا. يعني هي، بص حضرتك، يعني بصينا لقينا مع دراسه الاستثمار، لقينا الاسعار في العاصمه نفسها اسعار لا يعني غاليه جداً. يعني 3 مليون جنيه، 2 مليون. فبصينا لقينا الشباب اللي هيبقى شغله هناك في العاصمه، ممكن مدينه بدر تبقى البديل، وهو انا يعني باذن الله نوفر له ان هو يكون في العاصمه جنبها بالظبط، هو قصاد العاصمه بالفعل، هو بينها وبينها. احنا هنشوف يا جماعه مع بعض كمان تقارير، يمكن انا نزلت وكان ليا الشرف ان انا رحت المدينه هناك. نورتينا يا استاذ ايمان، الله يخليك. رحت هناك وشفت واتفرجت على الارض بتطرح عمارات، وشفت التنميه، وشفت الرجاله المصريين. وعايزه اشكر من هنا الصعيد، صعيد مصر، لاني لقيت اكتر من 90% من العماله اللي موجوده هناك من الصعيد. فبجد انا بشكركم بجد. جمال طبعا انت نورت الدنيا. سوهاج، سوهاج اجمل مركز المنشاه، بلد الشيخ محمد سدين المنشاوي. احلى حاجه في الدنيا. سياده المستشار، عايزك يعني تتكلم معايا النهارده في العاصمه الاداريه الجديده، وشفتها ازاي، وكانت ايه نصيحتك للشركات اللي انت مستشار قانوني ليهم، اللي كانوا هم اوريدي بيشتغلوا في الجيزه وفي المهندسين؟ اولا انا برحب بحضرتك وأسرة البرنامج، وبشكركم طبعا على الدعوة الجميلة دي. لكن خليني أقول من حيث انتهى الأخ جمال بخصوص الاستثمار في المناطق الجديدة أو الاستثمار العقاري بالذات. الاستثمار العقاري لا شك يعتبر هو المجال الداعم بالنسبة لتطوير الدولة. الدولة بدأت تحس عليه، يعني احنا دلوقتي لو لقينا مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال يا عاصمة يا إدارية جديدة، الناس كلها التفت حواليه، وكلنا عايزين نستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة. بدأت المدن اللي هي تعتبر كانت مهمشة بدأت تستغل، بدأ يتم فيها الاستثمار عشان تخدم على العاصمة الإدارية الجديدة، بدأت تظهر عاصمة إدارية أو مصر الجديدة زي ما بيقولوا دولة تانية. شفت انت لما تيجي مثلا تعملي حاجة تقولي انا بوضب او بعمل حاجة حيث انتهى الآخرون، بالظبط انا بعمل
مصر الجديدة حيث انتهى الآخرون. بالظبط كده. ما تم في استثمارات برة أو الدول اللي كنا دايماً أو أي حد يسافر برة ويشوفها بالنظام والطرق والبنية التحتية الجميلة اللي احنا شايفينها من سنة مصر من كلام والسعي إليها، ابتدى الناس والشركات تتجه إلى المدن الجديدة. ودلوقتي بقت الأرض الواقع في المستشفى. بالظبط كده. لا كمان خلي بال حضرتك إن احنا بقى عندنا حاجة اسمها الطرق، أعطيني طريقاً أعطيك تنمية. بالظبط. هو فعلاً سيادة الرئيس معلش يعني انا دلوقتي لما يكون في مكان الناس كلها شايفه انه بعيد عنها، شايفه ان مستحيل استثمر صحيح فيه، صحيح. لا انا بمهد لك طرق، بعمل لك قطار كهربائي، بعمل لك مش عارف انفاق، بعمل لك كباري، بعمل لك بنيه تحتيه توصلك، اوسع الدائري عشان تقدر توصل لي في اي مكان في مصر. يعني لما يكون الرئيس مثلا يقول لك انا هربط العاصمه الاداريه باكتوبر، لا ده حاجه كويسه جدا. بقطار كهربائي بايا كان وسيله مواصلات، ده شجع الشركات اللي هي كانت شغاله انها بدات تستثمر في المناطق الجديده. لكن وان كان لي تعقيبات في بعض الامور اشرحها اذا سمحت لي برضو سعادتك سمحتي والقناه سمحت لي اتطرق ليها، الى ان بعض المستثمرين بشان ضوابط الاشتراطات الجديده في البناء اللي ان ممكن نتكلم فيها، ودي كانت مهمه جدا. دي فقره مهمه جدا هنرجع لها وهنديها فرصتي، لان انا مع الدوله وبستثمر مع الدوله ومع الرئيس وهنلتف حواليه ان احنا نعمل مصر الجديده لا شك لا شك. طبعًا. لكن هناك بعض الامور اللي هوضحها في 2030 ان شاء الله 2030. انا عايزه اسالك ان شاء الله وانت بتستثمر وانت اصلا عندك باع في الاستثمار في مصر القديمه زمان او في الجيزه ومهندسين وكذا، حضرتك وما زلنا لينا شغلنا وما زلت طبعا عايزه اسال، بس اسالك في ايه صعوبات او هل في صعوبات في المدن الجديده في الاستثمار؟ لا بفضل الله ما فيش اي صعوبات خالص. اولا ملكيه الارض، احنا يعتبر بنشتري من الدوله حاجه متامنه من هيئه المجتمعات العمرانيه، التراخيص كلها مستوفيه، ما فيش حاجه اي فيش اي قصه ان انا ممكن حتى لو انا في نيتها خالف، احنا بفضل الله ما فيش اي مخالفات، ما فيش كل ده. دخلنا في المدينه ما لقيناش الكلام ده كله، فبالتالي بيشجعنا ان احنا نمشي في الحاجات اللي هي رسمي مع الدوله. طيب واحنا بجانب الدوله في الشغل ده. وانت عندك حاجات استثمارات ما زالت في المهندسين؟ في المهندسين. قول لي يعني الاستثمارات دي دلوقتي موقعها ايه بعد القوانين الجديده؟ موقعها ان احنا وقفتوا. يعني انا مثلا عندي ارض، يعني شاري مثلا الارض على انها تطلع 11 دور، تمام، والرخصه طالعه رسمي بكده، ومعاك رخصتك. تمام. في ارض مثلا طالعه 8 ادوار ارضي وسبعه، تمام. فالنهارده قرار السيد الرئيس بوقف التراخيص دي. حضرتك وقفت البنى. وقفنا البنى. طب بس في ضرر. في ضرر. احنا مع سيادة الرئيس ومع الحكومه في القرارات دي. لا يعني مش خلاف فيها. مش معنى ان احنا هو شايف الصالح هي الدوله، ما احنا ما عندناش مشكله مع الدوله في حاجه، لان هو شايفين الصالح، هو شايف سيادة الرئيس افضل مني. دي حقيقه. علشان كده انا عامله النهارده بس الحلقة. عايزين حل، يعني حل للحاجه دي. علشان كده انا عامله النهارده الحلقه دي هقول فيها حاجه، وفرصة ان انا معايا سيادة المستشار احمد ابراهيم. طلب السيد رئيس الجمهورية بعمل حوار مجتمعي. الحوار المجتمعي يعني ايه؟ يعني اسمع المقاول واسمع اصحاب البيوت واسمع الناس اللي هيأجروا او هيشتروا واسمع الرأي القانوني ليهم. عشان كده عايزك تكلمني عن ايه واجب الدولة. واجب الدولة اللي تقوم بيها علشان خاطر الناس دي اللي زيهم ما يتأذوش. بص حضرتك زي ما قال برضو الأخ جمال، إحنا مع الدولة طبعا في أي نهج تنهجه الدولة للصالح العام إحنا معاه وغير معارضين طبعا. كمستثمرين أنت عارفة يعني إيه سعادتك استثمار عقاري؟ يعني إيه عمارة بتتبني؟ يعني بشغل 90 طايفة ما بين مقاول، ما بين زلط، ما بين رمل، ما بين طوب، ما بين أسمنت، ما بين حديد، ما بين نقاش، ما بين سباك، ما بين كهربا. ما بين ما بين كهرباء الدنيا. انا بشغل 90 طايفه عندي صحيح. انا بساعد الدوله في ذلك، كل بنهض بالدوله في الاونه الاخيره. وده اللي بقول لحضرتك عليه، اللي بيشجع الاستثمار. في بدايه كلامي قلت المدن الجديده اصبحت هي المناخ الواعد للاستثمار، تمام صحيح. لا شك صحيح. لكن انت يا دوله لازم توفري لذلك المستثمر، سواء كان مصري أو أجنبي. عايز إيه؟ عايز استقرار. عايز استقرار. صحيح. عجبتني كلمة كنت أنت قلتيها ساعتها. أنا قلت استمرار. استثمار أنا قلت واستقرار. استثمار واستقرار. ودي جيت. ده كان عنوان حلقتي. صح. إن إحنا لما هنروح المدن الجديدة هنستقر. حلو. بس مش بس هنستقر، إحنا هنستقر. حلو. وهنستثمر. يبقى ألاقي استقرار. ألاقي استقرار زي ما قلت لحضرتك، المستثمر سواء كان مصري أو أجنبي عايز إيه؟
عايز قرارات الدولة ثابتة، عايز يطمئن ان هناك نهج وقانون يمشي عليه، ما يلاقيش عندي تذبذب، ما يلاقيش تذبذب في القرار، ما يلاقيش النهارده ابني لا بكره وقف بالضبط. لا امسح انا عندي شركات كبيره جدا عايزه تستثمر وعايزه تروح، لكن انا عندي اراضي في اماكن والاماكن دي خطيره جدا، اماكن في الجيزه زي مهندسين عجوزه والحاجات دي كلها والدقي، الاماكن دي اشتريناها في ظل القانون 119 تمام. ولما اشتريناها في ظل القانون 119 اللي الدوله حطها عشان انا ارتبط بيه والتزم بيه ودفعت فلوس على سعر المتر طبقا لقانون 119 صحيح. افاجئ الدوله تقول لي اشتراطات جديده ال 12 دور انت شاري عليهم بقوا اربعه، ما ده انت ضرتني طبعاً. انا عايز عدد أنا الوحدات اقل، انا بقول انا بساعد مؤسسات الدوله كلها اللي هي رايحه للعاصمه الاداريه، بس ساعدني انا كمان اللي انا اشتريت عليه اسيله وفلوس اروح بها عندك، انا مش قادر اروح عندك عشان مفيش فلوس، انا ارضي وقفت خلاص بسبب ايه الاشتراطات. اذا اديني قانون ثابت اشتراطات واضحه عدم تضارب في القرارات، هتاخد استثمار واعد وهتاخد مني معلش يعني ان انا اقف مع الدوله صح. انا دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج اشتراطات او اللي هم بيقولوا عليها دلوقتي ان تطلع عماره ارضي واربع ادوار، دي في منتهى الخطوره. ليه في منتهى الخطوره بالنسبه للمستثمرين والشركات اللي انا ماسكها ورجال الاعمال حضرتك؟ ليه؟ انا بقول او الدوله قالت ولجان الإسكان والتنمية المحلية قالت حفاظا على المظهر الجمالي التنسيق الحضاري عايزين نعمل مصر جديدة. أنا لما بعمل تخطيط جديد يا أستاذ إيمان بعمله إيه؟ بعمله في المناطق في المدن الجديدة صحيح، ما جيش أخطط في دولة قائمة ما ينفعش. هديكي مثال بالزبط. هديكي مثال، لما أجي مثلا أنا أقول إن أنا عايز أحافظ على المظهر الجمالي، طب أنا جنب عمارة طبقا للقانون 12 دور وعمارة تانية 12 دور، جت حتة الأرض بتاعتي هتطلع أرض وأربعة، ما ينفعش. أين التنسيق الحضاري؟ أين التنسيق الحضاري؟ أنا بقول أن الاشتراطات بتنصب على المدن الجديدة وأنا مع الدولة هو، ولكن بقول رعونا. هناك بعض النصائح، الناس أنا بوصل رسالة لرجال الأعمال والمستثمرين، أرجوكم اعملوا إرجاء زي ما قانون الشرع العقاري نزل وتمن اتأجر اعملوا إرجاء صحيح. إرجاء لتطبيق قانون الاشتراطات سنة سنتين، ادوا الناس فرصة تلم فلوسها، ألم فلوسي، ألم فلوسي. الله ينور على حضرتك واروح العاصمة اجباري، انا هروح العاصمة خلاص انت قلت لي انا ما عنديش مانع، ما عنديش مكان غيرها، ما عنديش صح، ما عنديش. هو ده اللي انا بتكلم فيه حضرتك، وواجب الدولة بقى ده حضرتك يعني ممكن نتحدث فيه في سؤال اخر. انا مع المستشار احمد مدام ايمان، يعني انا لما رحت المدن الجديدة وبدأت اشتغل قلت انا كان نفسي ابقى من زمان، يعني يا ريت كنا من زمان طبعا رحنا واشتغلنا في المدن الجديده، لا شك الشغل جميل والدوله مهيئه طرق طبعا والحياه جميله جدا وفي البيع وفي الشراء واللي هيسكن واللي هيستثمر، بس انا ما كانش عندي الرؤيه دي لان ما لقيتش نزلت لقيت شغل، ما كانش موجوده غير الفتره موجودة دي بس في الفتره دي بالزبط. خلاص احنا هنطلع فاصل، وفي الفاصل عايزه اوري حضراتكم جزء من التنميه وجزء من الاستثمار العقاري في مدينه بدر في الحي المتميز، وعايزه اقول لكم كل اللي انتم هتشوفوه دوت انتاج شركه النصار جروب. انت نورت الشركه ونورت مدينه بدر كلها، ربنا يخليك. فاصل قصير وارجع لكم تاني. المنطقه دي اللي هي القطعه رقم 388، المنطقه رقم 4 في الحي المتميز مدينه بدر. هنا هنبص شويه كده في قدام، هنا هنلاقي المنطقه بتاعه الضباط. الضباط هنا عاملين كومباوند يعني او مكان خاص بيهم بمساكن الشرطه، مساكن الشرطه هنا هتلاقي كل جيرانك من الشرطه ومن الضباط. بعدها فوق كده شويه لو الكاميرا تروح هيكون المنطقه اللي هيتاخد فيها او هيتنفس فيها مول مصر. بدأوا فعلا مول مصر هيكون فيها، يعني اللي هياخد هنا برضو في الحي دوت، طبعا هنا برضو هنا هيكون المكان كله بيكون زي ما انتم شايفين اربع ادوار، ومحدش من الجيران يكون لمحك برضو على شارع رئيسي وعلى طريق رئيسي، وتراخيصه كلها جاهزه. عايز اقول لكم ان ده يمكن الموقع ان شاء الله الموقع السابع، في مواقع تانيه كتيره في مدينة بدر برضو في الحي المتميز تبع شركة نصار، لكن مش هنعلن عنها دلوقتي لأن دايما الحاج جمال بيحب أو المهندس جمال بيحب يعلن عن الحاجة اللي تمام خلاص تراخيصها خلصت، ورقها خلص، بدأوا بالفعل يشتغلوا فيها. علشان كده أنا مش هتكلم غير على الأماكن اللي احنا اوريدي خلاص ورقها خلص، هرجع تاني وهجيلكم تاني وهيكون الكلام على بقية الأماكن، ويكون هنا بقى بدأنا نشوفها واقفة على أرض الواقع. وبرضو لسه معايا
المهندس محمود المهندس المسؤول عن كل العمارات اللي هتطلعها ان شاء الله وكل المشاريع اللي هتطلعها الشركه. باشمهندس كلمني عن العقار ده. دي قطعه رقم 3388 منطقه رابعه المشروع رقم 7 لشركه النصار جروب المهندس جمال حمدي نصار. قطعة 388 منطقة رابعة تمتاز طبعا زي ما الأستاذة إيمان قالت كومباوند الشرطة إن شاء الله بإذن الله هو بيتنشئ بالفعل يعتبر القطعة الأقرب لكومباوند الشرطة. وحاجة تانية برضو مول مصر، مول مصر إن شاء الله بيتنفذ بالفعل إن شاء الله برضو جنب المنطقة الرابعة. وفي برضو منطقة خدمات جنب حضرتك يعني على مسافة قريبة جدا يعني يعتبر احنا كنا في منطقة 11 يعني المنطقة الرابعة برضو قريبة منها منطقة المولات ومنطقة الخدمات كلها. ف 388 من المنطقة الرابعة ده المشروع رقم 7 من مصر جروب وان شاء الله يكون بالتوفيق باذن الله. امين امين يا رب ان شاء الله. بتمنى التوفيق لحضراتكم وكل من هيشتري هنا وكل اللي هيجي يسكن هنا في مدينة بدر في المنطقة في الحي المتميز هيكون هيستمتع. ورجعنا لكم تاني ولسه معاكم بعد الفاصل برنامج مصر الريادة. وعايزة بقى سؤالي دلوقتي أقول للبشمهندس جمال عندك تجربة شفتها وانت في خارج مصر احكي لي سافرت فين وشفت ايه ونقلت لنا ايه؟ هو مدام إيمان من حوالي سنة ونص تقريبا جاتني دعوة من شركة استثمار عقاري في دبي في الإمارات. دبي ليهم بصراحة عاملين شغل رائع. أنا صراحة يعني أنا حابب بلدي بفضل الله احب بلدي مصر فقلت اسافر اخد فكره ولو عجبني الشغل مفيش مشكله. سافرت وكان من في احد زملائي برضو في حضرتك سافرت عشان تشتغل هناك تستثمر هناك؟ جاتني دعوه ان انا استثمر معاهم نشتري تشتغل هناك في دبي نشتري في دبي. فقلنا نروح. رحت انا والحاج رمضان ده شريكي في الشغل يعني فسافرنا لفينا المواقع بتاعتهم واتفرجنا على الشغل بتاعهم يعني قعدنا مع نفسينا بينا نبص ونقول لا مصر ام الدنيا والله مصر ام الدنيا. فاخر يوم ده يعني كان في كام حد كده من الناس اللي هي بتبقى معانا يعني اقنعناهم بان لا هي مصر استثمار امن مصر هتلاقي فيها الخير كله. فرجعنا بفضل الله من هناك وقلنا لا هي مصر بس. ورجعت هناك بالمستثمرين يعني بس لا ما شاء الله في ناس في ناس بدات خدت شغل معانا وابتدت بس كان في اللي في المدن الجديده وفي اللي خد في المهندسين وخد في المهندسين برضه ووقف وما زال مصر انه يكمل اللي بيقول مصر ام الدنيا برضه من مصر هنا ام الدنيا. نرجع بقى للسيد المستشار احمد ابراهيم مطلوب ايه واحنا بنعمل دلوقتي حوار مجتمعي اللي هو السيد الرئيس قال لهم اعملوا حوار مجتمعي شوفوا الناس عايزه ايه. قول لي الدور اللي المفروض تقوم بيه الدوله مجلس النواب رئاسه الوزراء وزاره الاستثمار. جميل. يعني مين يروح فين؟ عايزه بجد ان احنا بص هنا واجبنا ان احنا ننور النقط الضلمه مش هنلعن الظلام نضيء شمع. تمام. الدوله وعلى فكره من بدايات سياده الرئيس لما مسك ودي تحسب له من ضمن حاجات كتيره قوي ان هو عامل حاجة اسمها المشاركة المجتمع ومشاركة المجتمع في كل واحد في مجاله. صح. طيب أنا دلوقتي عندي استثمار عقاري مقاولين رجال أعمال أيا كان الاستثمار العقاري بكل طوائفه بقول لهم أنا هعمل اشتراطات جديدة أو هعمل مباني جديدة في حتة معينة شاركوا الناس شوفوا إيه رؤيتهم إيه اللي ممكن يعملوه. إذا دور الدولة نقاط بسيطة جدا إيه اللي هو الحوار المجتمعي وده شيء خطير جدا ولازم الوزارات المعنية بوضع القرارات أو اللجان المشكلة بشأن وضع الاشتراطات البنائية والتخطيطية للحوكمة البنائية لازم أشارك الناس المستثمرين لازم أقول لهم إيه وجهة نظركم أشوف وجهة نظرهم إيه. الحاجة التانية ودي خطيرة جدا الاستقرار القانوني والإداري. صحيح. أحط قانون وما يصدرش قرار من وزير أو محافظ أو رئيس حي أو أي جهة بالزبط. إدارية بالزبط. تخالف ذلك القانون أسيب القانون قانون أنا عرفته خلاص أنا جاي من برة معايا استثماراتي ما أنا عارف مصر عاملة قانون اسمه قانون البناء. صحيح. فأنا مطمئن فلوسي فين دلوقتي أنا معايا رجال أعمال عايز أطلع بيهم على العاصمة الإدارية الآن
زي ما سعادتك قلتي خطيره جدا وشاركتين الراي. صح. اسيل فلوسي طبقا للقانون، انا صح. اشتريت بملايين. صح. في اماكن اساسا منذ الازل لها اشتراطات وانا معايا اوريدي تصاريحي ومعايا تراخيصي. الله ينور عليك، وده اللي هتكلم فيه حضرتك. بالزبط. الحته دي خطيره جدا. بالظبط. طب انا لما اشتريت ودفعت ملايين في الارض دي كنت شايف قدامي قانون. صحيح. اشتريت بالقانون ورخصت بالقانون وعملت يعني انا استثمرت فلوسي بالقانون. بالزبط. مفيش حاجه احنا ما بنتكلمش على يعني احنا كان عندنا حاجات تحت الترابيزه زي مثلا وقعة عقار فيصل المحترق اللي تم هدمه بالنصف الحذر من كام يوم، يوم الجمعه اللي فات. احنا شفنا ده كان عقار مخالف، لا مبني على ارض، واخد من حرم الطريق. شفنا حاجات يعني كان فيه حاجات كتيره جدا مخالفه. لما تهد المتضررين اصحاب الشقق والناس والجيران وكل الناس كانت مع الدوله. ليه؟ لان انت من الاول ما بني على باطل فهو باطل. لكن بالزبط. موضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه والمهندس جمال بيتكلم فيه ان احنا بنتكلم في ان احنا لما اخذنا اراضي اخذناها اراضي داخله في كردون مباني، اخذناها في رسومات أيوة هندسيه. ايوه اخذناها بعدد ادوار معينه. كان هو الاستثمار الاساسي للمستثمر الاجنبي الاماكن دي، وده استثمار. كان يجي الخليجي من بره، الامارات، السعوديه، اي مستثمر من بره جاي على الاماكن دي، على المهندسين، على الدقي. الغرض وهو بيستثمر. الله ينور عليك. شركه نصار جروب من ضمن الشركات اللي هي حازت حزو الدوله وراحت المدن الجديده. ليه؟ ما هي ليها استثمارات في المهندسين. صحيح. ليها استثمارات في الدقي ولازم تخلص، وكانت بتشتري في اماكن زي كده. وعندي شركات كتيره ورجال اعمال كتير جدا اشترينا طبقا للقانون ده. انا عايز اروح العاصمه، وديني العاصمه الاداريه. طب فلوسي اجيبها منين؟ ما انا عشان استثمر لازم يكون معايا سيوله. عندك بعض الملاحظات اللي انا اللي شاركنا فيها، ودي كانت لقاء مثمر جدا جدا جدا. النائب احمد السجيني ده رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس الشعب. هذا الرجل بيحمل على عاتقه ملف الاشتراطات، وبدا يسمع الناس وبدا يوصل الصوت. ليه؟ بيقول خلاص احنا، طيب لازم احنا دلوقتي بننظر حاليا في بعض العقبات اللي بتواجه المستثمرين. بمعنى ايه؟ زي ما سعادتك قلتي انا معايا رخصه صحيح لحته ارض بس مش عارف اشتغل، وخدتها في ظل القانون. طيب انا مقدم طلب في الحي في ظل القانون 19 لرخصه، مصيره ايه؟ بس صحيح. خدت شهاده الصلاحيه، مصيرها ايه؟ صحيح. غيرت عقار من سكني الى اداري في ظل القانون اللي كان بيسمح بذلك، مصيره ايه؟ صحيح. ده ما حسمش. طب احنا سمعنا برضو هذا الرجل يحترم ويحترم رأيه لما قال لا، اللي معاه رخصة هاد واللي معاه رخصة بناء تحترم. صحيح. ولو راح المحكمة هياخد حكم. ما هو انت معاك شهادة، شهادة معاك شهادة للعقار. معاك 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 شهادة ميلاد. ما اقدرش اقول لك انت مت، وما اقدرش افقد مصداقية البلد في التعامل. خليني ما اقدرش اوصل المستثمر انه يفقد مصداقية البلد في التعامل. انت اصدرت لي رخصه انفذها. انا هقول كلمتين اتنين في القصه دي. انا النهارده اي ترخيص معايا، الترخيص ده معناه شهاده ميلاد. بالظبط. ازاي انسان يكون عايش وعنده شهاده ميلاد واقول له لا انت ميت ما تقدرش تعيش؟ هي دي القصه. هنطلع فاصل وهرجع اكمل موضوع مهم جدا، وهنشوف تقرير تاني من ارض الواقع من الحي المتميز في مدينه بدر من شركه نصار جروب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم جوله جديده في مدينه بدر في الحي المتميز، علشان نرصد الاجواء اللي بيقول عليها كده الايدين الشغاله والرجاله، ونشوف مدينه بدر فيها ايه. هنروح القطعه الاولى لجروب نصار جروب. نصار جروب النهارده دي القطعه الاولى معانا اللي هنصورها، وهنشوف الارض على ارض الواقع الدنيا شغاله ازاي. هنشوف الرجاله، هنشوف البكر اللي هو شغال، كمان هنشوف قطعه الارض وهي الاساس اللي فيها. احنا دلوقتي في القطعه رقم 113 في المنطقه السابعه في الحي المتميز في مدينه بدر، شركه النصار جروب. يلا بينا نشوف. هنا الارض بدات تطلع خلاص، الاساسات بدات تتبني، وهيكون معانا لقاء متميز جدا مع المهندس المسؤول عن المشروع، المهندس محمود. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير والله الحمد لله. انا هسيب لك المايك بقى تشرح لي الموقع ده. خلاص ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده طبعا قطعه 113 المنطقه السابعه، احد مشروعات المهندس جمال حمدي نصار
القطعة 113 كانت بالظبط من أسبوع أو أسبوعين كانت لسه صحراء، كانت فاضية خالص يعني. الحمد لله بدأنا الأساسيات الفاونديشن طبعا لسه بدينا الحمد لله. القواعد المسلحة طبعا لسه بدينا فيها إن شاء الله هنصب إن شاء الله بإذن الله. وطبعا اللي بيميز القطعة 113 المنطقة السبعة طبعا أول حاجة طريق السويس على طول على بعد خطوات منها، يعني خطوات كده تلاقي نفسك في طريق السويس. تاني حاجة أبراج العاصمة، أبراج العاصمة البرج الأيقوني طبعا، يعتبر أنت بص في البلكونة كده هتلاقي قدام منك على طول البرج الأيقوني. تاني حاجة والحاجة التالتة اللي بتميزها لحضرتك قدامك برضو حي الفيلات، حي الفيلات قدامك يعني طبعا مساحات واسعة، مفيش طبعا تكدس السكان، بينك وبين جارك مسافة محد جارك مش هيجرحك. فالقطعة 113 المنطقة السابعة طبعا من أفضل المواقع لشركة النصار جروب مهندس جمال حمدي نصار، وإن شاء الله في الأفضل بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. شكرا باشمهندس محمود، لسه استنونا في لقاءات تانية كتيرة، هنسمع وهنشوف وهنشوف الرجالة وهنشوف الأرض وهي بتطرح عمارات، الأرض وهي بتطرح تنمية، هنشوف احنا هنا قدامنا خلاص البرج الأيقوني قدام. يعني التقارير دي بترجعني للوقت الحلو قوي وانا بصور ووسط الناس احساس حلو قوي لما كان وش السعاده علينا والله في الكام يوم اللي انت جيتي فيهم. طيب دي. الحمد لله رب الحمد العالمين لله. ربنا يجعلني وش خير عليكم ويجعلكم دايما وش خير على مصر. احنا معانا مداخله معانا. طيب احنا معانا كنا بنتكلم على موضوع مدينة بدر والحي المتميز. الحي المتميز دوت هو دلوقتي حاليا مجرد استثمار ولا في ناس مستقرة وعايشة وقاعدة فيه؟ يعني في هو حاليا استثمار، حاليا استثمار يعني اخدها عشان 8 سنة ولا حاجة. في بالفعل هو جزئين، في الحي المتميز واحد وحي المتميز اثنين. واحد ده منطقة عبارة عن منطقة فيلات، في ناس ساكنة من اهل المدينة موجودين فعلا ومقيمين. موجودين مقيمين بس مش كتير برضه، قليلين. بس بدأت الايام دي لان الحي المتميز اثنين لسه المرافق برضه شغالين فيها، بس الشغل شغال يعني. انت في انهي واحد؟ في المتميز اثنين. اثنين تمام. اللي هي العمارات. العمارات. منطقة الفيلات دي سكني. الفيلات سكنية عشان. لكن التانية ممكن تبقى سكن واداري لكل. استثمار وسكني في الحي المتميز اثنين، اللي هي فيها منطقة مولات، في اللي عايز يستثمر في مولات تجارية والسكني. تمام، احنا واضح ان احنا معانا مكالمات تليفونية. نقول مساء الخير. الو. مساء النور. اهلا بحضرتك استاذ وحيد الباشا معايا، اهلا وسهلا. اهلا بيكي استاذه ايمان، ما شاء الله عليكي منوره الشاشه. تسلم. ضيوفك الكرام المهندس جمال نصار. تمام. اهلا بيك يا حاج وحيد. محترمه اللي سمعتك كويسه في السوق. الله يبارك لك. الله يخليك. المستشار احمد ابراهيم اللي هو بصراحه راجل بيتكلم مخلينا مش عايزين خلاص، هو وصل هو بينوب عننا كلنا يا حاج وحيد. الله الله يخليك يا حاج وحيد. هو بيقول لحضرتك سياده المستشار احمد بينوب عنكم. قول لي يعني قول لي ايه وجهه نظرك في اللي بيحصل اليومين دول على ارض الواقع. والله اللي بيحصل الايام دي على ارض الواقع حاجه كويسه بالنسبه. الو. اللي بتطبيق تمام. سامع حضرتك. نعم سامع حضرتك. التطوير اللي بيحصل ده والتنمية اللي بتحصل دي حاجة كويسة وحاجة مشرفة لمصر، وده حاجة ما حصلتش من 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 زمن كبير. والرئيس ما شاء الله عليه يعني احنا في نهضة ما كناش نحلم بيها، ولكن احنا عندنا في مشاكل يمكن الأستاذ أحمد تكلم فيها اللي هو الاشتراطات الجديدة. فاحنا اشتراطات البناء اشتراطات البناء الجديدة، فدي فيها حضرتك فيها ضرر لناس كتيرة واحنا من ضمنهم. اشترينا في ظل قانون 119 ل 2008 بارتفاعات معينة بطريقة معينة في مناطق مميزة، في مناطق مخططة، مناطق فيها تقسيمات معتمدة. وبس المفاجأة ان لا، الاشتراطات بتقول ان هيتغير الوضع من 3 و من 11 وارضي 3 وارضي ومفيش تجال والكلام ده. وزي ما انت عارف حضرتك الراجل المستثمر او المقاول اللي بيشتغل لما بيجي يشتري ارض بيشتريها متر مكعب وليس
مربع، بمعنى انا النهارده بالتالي عارف ان انا عندي عدد ارتفاع معين، بناء على العدد الارتفاع المعين ده بس بقى بحط فلوسي. صحيح، عدد شقق معينه، عدد صحيح معينه بدنا على 60% بدنا على 50% فبتبقى محسوبه. وبعدين احنا يعني في ناس، يعني انا عن نفسي في عندي استثمارات بمبالغ غير مش قليله، ومعايا مستثمرين اجانب، معايا شراكه، معايا في ضرر غير يعني ضرر كبير جدا. فاحنا بنناشد سياده الرئيس وكتر خيره في اللي هو بيعمله وبيبني مصر الجديده، نناشده ان يدينا فرصه، يعني احنا عايزين فرصه. صحيح. الناس اللي دفعت راس مالها ده تاخده ويدينا فرصه فتره انتقاليه، يعني زي ما مشكور في برضه في قانون الشهر العقاري، الشهر العقاري سياده الرئيس حس في ضرر للناس، عمل تاخير للقانون لمده سنتين. فاحنا بنامل من الدوله ومن سياده الرئيس، واحنا طمعانين فيه، احنا عارفينه في الاخر ان هو مش هيرضى بظلم حد، واحنا في ظهر سياده الرئيس بإذن الله. صحيح، كلنا في ظهره. بالظبط، كلنا او كلنا اولاده، وفي الاخر هو مش هيرضى بضرر اي مواطن. دايما بنسمعها من سيادته ومن سياده الوزير، دايما كان الوزير دايما بيقولها، مفيش مواطن هيضطر في مصر. صحيح. فاحنا ان شاء الله نامل ان شاء الله، واحنا معشمنين خير ومتفائلين وعارفين ان الرئيس، وعايزين بلدنا احسن بلد في العالم باذن الله. عارفين ان الرئيس في الاخر مش هيسيب اولادي. صحيح. معايا استاذه ايمان. صحيح. انا بضم صوتي لصوت حضرتك يا حاج وحيد، ويعني وبطالب ان شاء الله باذن الله ان مجلس النواب يتدخل، وان الحكومه كلها تقدر ان هي تبص للموضوع ده بعين الاستثمار. يعني احنا بلد دلوقتي بقيت الاستثمار ده هو، عايز اقول لك حاجه، ان المجال الوحيد اللي شغال في مصر هو مجال العقارات، هو مجال البنى. يعني يمكن في وسط جائحة كورونا كل المجالات وقفت. أيوة. إلا مجال العقارات، إلا مجال الاستثمار العقاري. وأنا عندي ثقة، يعني واحد زي الحاج وحيد ده راجل أعمال، وفي ناس غيره كتير جدا. صح. ما عندهمش مانع. يا حاج وحيد، هل أنت عندك مانع بعد ما تسيل فلوسك وتشتغل طبقا للقانون اللي شريت عليه إنك تروح تستثمر في المناطق الجديدة؟ أعتقد أنت ما عندكش مانع. ده الخطه اللي كانت، لو انت زحمت يعني كل زملائنا في الاستثمار، يعني ده الخطه اللي كانت متبعه، الواحد كان بيشتغل. يعني احنا حاطين خطط. انا المستشار القانوني، احنا يومين بنتكلم كلنا مع بعض كاصحاب. بالظبط. يعني هو ورجال الاعمال عندهم كده، عندهم خطه ان احنا عايزين نروح بقى العاصمه الاداريه. بس طب ما فلوسي في الارض. هو صح. هو كده، هو اي مدينه من المدن الجديده اللي فتحها سياده الرئيس. احنا معاه. انا بشكر الحاج وحيد جدا جدا، وحاج وحيد بتمنى صوت حضرتك يوصل. هنطلع فاصل قصير نشوف الفيديو الاخير ونرجع تاني ليكم بعد الفاصل، ولسه معانا المهندس جمال حمدي نصار وسياده المستشار احمد ابراهيم وبرنامج مصر الريال. يا صباح الفل، يا صباح الورد تاني. وبرده لسه موجودين معاكم في مدينه بدر، وبنشوف القطعه رقم 3 ولا 4، دي رابع قطعه لينا، رابع قطعه مكسره الروب زي ما انتم شايفين. القطعه دي رقم 248، المنطقه الاولى. انا هوريكم الاول ده الارض اهي اتحفرت، ولسه ان شاء الله هنبدا نرمي الاساس فيها في خلال الفتره الجايه، لكن مش ده اللي يهمني. اللي يهمني ان احنا نروح الناحيه الثانيه ونمشي كده ونبص هنا نشوف ان ده طريق السويس، لكن هنا دي هيبقى هنا اكبر مدينه طبيه، وهيكون كارفور واكبر فود كورت موجود في مدينه بدر، والرابط ما بين بدر والرابط ما بين العاصمه الاداريه الجديده. يعني الارض الفاضيه اللي هناك دي كلها هتكون اكبر مدينه طبيه عالميه على ارض مصريه في مدينه بدر، وهتكون رابطه بدر بالعاصمه الاداريه الجديده، وهيكون كمان فيها كارفور وفيها منطقه الفود كورت، المطاعم، الكافيهات، المول، المولات، المحلات التجاريه اللي عايز يشتري حاجه بقى هي العاصمه الاداريه ومدينه بدر بالناس وبالاستثمارات. طبعا في هنا كمان الارض اللي واخدها المهندس هشام طلعت مصطفى، واحنا عارفين المهندس هشام طلعت مصطفى لما بيمسك مدينه بيعملها زي ما شفنا له، شفنا الرحاب، وشفنا طبعا مدينتي، شفنا يعني التكنولوجيا، او هو بدا بالفعل الابنيه الذكيه في مصر والمدن الذكيه في مصر.
باشمهندس هشام طلعت مصطفى، فاللي هياخد هنا في المنطقه دي هيكون قدام الارض اللي واخدها مشروع المهندس هشام طلعت مصطفى، والناحيه الثانيه الحته دي هيكون اكبر مدينه طبيه عالميه على ارض مصريه، وهيكون كمان فيها كارفور، فود كورت، استثمارات، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجاريه، ومعظم البراندات اشترت هنا يا جماعه علشان تكون موجوده على ارض بدر والعاصمه الاداريه عشان تخدم كل الاستثمارات سواء المستثمرين او الناس اللي هيجوا يعيشوا هنا في مدينه بدر. زي ما احنا شايفين لسه برضو معانا هنتكلم هنا حضرتك باشمهندس محمود، كلمني عن الارض دي. قطعه 248 منطقه اولى يعتبر اقرب قطعه للعاصمه الاداريه، لان في قصر بدر يعتبر العاصمه الاداريه على طول. لا العاصمه الاداريه على طول، القدر ده بيوصلك العاصمه الاداريه على طول. وطبعا زي ما حضرتك طبعا دي يعني يعتبر مدينه طبيه، يعتبر السيسي ان شاء الله باذن الله هيتم انشاءها ان شاء الله قريب. فيعتبر باذن الله الموقع 248 منطقه لشركه المصرف يعتبر افضل مواقع عندنا. هتطلع برضو اربع ادوار؟ باذن الله زي ما موجود في الرخصه، هنا بتطلع الرخصه جهاز. احلى حاجه انا عجباني جدا ان انا مفيش حد هيهددني يقول لي انت قاعده مخالف، لا دي اجمل حاجه. وده هنناقشه مع بعض، وهنناقشه مع المهندس جمال حمدي نصار لما هنكون مع بعض ان شاء الله على الهواء، هنتكلم في الموضوعات المهمه دي، وهنتكلم على الفرق ما بين المقاولين والمطورين العقاريين اللي كانوا زمان والمقاولين والمطورين العقاريين بتوع دلوقتي، فرق كبير. باشمهندس بنى كده وبنى كده اكيد. هنشوف وهنتكلم في كل حاجه. وزي ما بقول لكم المنطقه دي قطعه الارض دي اكتر قطعه مميزه، اللي عايز يلحق فيها ويحجز فيها، وهيكون انا ليا الصفقه فيها، لان هي قدام المدينه الطبيه العالميه اللي موجوده على ارض مصريه وموجوده وكمان عند كارفور وعند الفود كورت وعند المدينه بتاعت هشام طلعت مصطفى. فاحنا عاملين المكان ده بجد اكتر مكان متميز، وبكره هتشوفوا ان شاء الله. ادعوا لي اكون لسه معاكم واجي اصور. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه معايا المستشار احمد ابراهيم، ومعايا الاستاذ جمال المهندس جمال حمدي نصار. احنا طبعا بعد المداخله اللي شفنا فيها احد المستثمرين، عايزه اسال حضرتك قول لي يعني ايه اللي نقدر نعمله، او ايه اللي نقدر نقدمه للدوله من افكار علشان خاطر لا الدوله تخسر، ولا الدولة تضيع الشغل بتاعها، ولا كمان المستثمر اللي هو زي ما قلنا مشغل مليون حد وشاري أرض بملايين يضيع. هو احنا ما نقدرش نقول للدولة ايه، لكن انا اقدر انقل وجهات النظر بتاعة المستثمرين سواء كانوا الشركات او رجال اعمال افراد في الرؤية للاستثمار. الحوار المجتمعي بالظبط كده. تمام. بقول ايه، احنا عايزين نروح المدن الجديده. تمام. احنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا فرحانين ببلدنا، حقيقي فرحانين بصراحه. هي حاجه احنا لما نمشي في البلد ما شاء الله بفتخر. صحيح، بفتخر على الرؤيه وعلى الجمال والحاجات الجميله دي. احنا مع الرئيس ولازم نساعده في كده. لما اقول ان 30/6 من المنتظر نقل الوزارات، مجلسي الشعب والشورى، أجهزة الإدارية للدولة، السفارات، بعض الإدارات والسفارات كلها، يبقى أنا هروح فين؟ أنا كمستثمر هروح فين؟ مالكش حل غير هناك. لازم أروح، مالكش حل. هو وفر لي كل حاجة. صحيح. قال لي وزارتك هنا، حيك جهازك، تعال لي. ما سابليش، عمل لي بنية تحتية، شجعني أروح، لازم أروح. صحيح. لكن بس رؤية صغيرة، توصية، أو معلش هعتبرها من خلال برنامج سعادتي، استغاثة وتظلم واعتصام للسيد رئيس الجمهورية بشأن رجال الأعمال والشركات، اللي هي اديني فترة، مد فترة العمل بقانون الاشتراطات يا معالي الرئيس للناس، فترة اللي اشتبت سماح. فترة السماح، زي ما قال المتصل الكريم الحاج وحيد الباشا، زي الشهر العقاري، استجاب وبسرعة وبجرأة يحسد عليها. صحيح. لمين؟ للسان الشعب. صحيح. قال لك الناس مضرورة، طب الناس مضرورة. صحيح. طب أنا عندي مستثمرين يا ريس مضرورين. صحيح. مضرورين قوي من الاشتراطات، اديني فترة انتقالية عشان هروح لك العاصمة الإدارية بفلوسي كلها، أنا ما أقدرش أروح. احنا برضه يا سيادة المستشار، يعني أنا عندي مستثمر أجنبي جه زيارة للمدن الجديدة، حب يشوفه، عنده الاستثمارات دي في
في وسط البلد المهندسين والدقي. والدقي فقال بلد جميلة ما شاء الله والعاصمة ودي ممكن تكون مدينة بدر دي هي البديل مثلا العاصمة اللي هو ظروفه ممكن ما تسمحش ياخد بمبالغ عالية ياخد مبلغ بالزبط. في استثمارها حلو بس هل في أمان إن أنا ممكن بعد ما أخد مثلا مول تجاري بالزبط. أخد مبنى سكني وبدأت وشرعت فيه مثلا في البدروم ومستني أكمل وأخذ رخصة 4 أدوار مثلا فيه لأن هو المدن الجديدة غير المدن اللي احنا شغال المدينه اللي احنا شغالين فيها الدقي والمهندسين فافاجئ بينزل قرار نقول لا انت وقف كده على دورين او صحيح ففي خوف المستثمر خايف عشان كده لان القرار اللي جه اللي فات جاب ما قبله ثانيه لكن هو بيجي بيقول لا مصر جميله مصر احلى من بلدي اللي انا فيها مصر جايه مصر بلد الامن والامان مصر بقت واعده للاستثمار صحيح مصر بقت قبه العالم لكن المستثمر عايز يحس باستقرار عايز يحس باستقرار انا وصلنا الى الرؤيه او اللفظ اللي كلنا كنا نتمناه انا مصري حقيقي طبعاً. انا افتخر طبعاً. ان انا مصري طبعاً. في ظل الكورونا وفي ظل ما يجوب العالم من فساد وحروب وإرهاب مصر بتتعمر صحيح احنا 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 شايفين بعينين مصر صحيح. بتتعمر في ظل الاحداث دي كلها مصر بقت الحمد لله في الدول المتقدمه يا احنا مصريين. طول عمرنا بنسمع دول اننا لا انا هقول لحضرتك حاجه بس عندي نقطتين بالنسبه للتوصيات اذا اذنتي لي بعد ما حضرتك تخلص طب انا هقول حاجه لو بصينا كده للمنطقه الشرق الاوسط كده بالكامل هنلاقي سوريا فين هنلاقي ليبيا فين هنلاقي العراق فين هنلاقي السودان صح. نفسها فين صح. صح. مفيش دوله واحده صح. قادره تعمل افتتاحات قادره تعمل مدن جديد قاعده تعمل كل الكلام ده كله مفيش عشان كده خلينا نشوف الفيديو الاخير اللي كان فيه استثمار او مستثمرين جايين يستثمروا في مدينه بدر واحنا كان بالصدفه وصورنا معاهم خلينا نشوف الفيديو ده في فاصل قصير وارجع لكم الفاصل الاخير قبل نهايه الحلقه اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم جوله جديده في مدينه بدر في الحي المتميز علشان نرصد الاجواء اللي بيقول عليها كده الايدين الشغاله والرجاله ونشوف مدينه بدر فيها ايه هنروح القطعه الاولى لنصار جروب النهارده دي القطعه الاولى معانا اللي هنصورها وهنشوف الارض على ارض الواقع الدنيا شغاله ازاي هنشوف الرجاله هنشوف البدل اللي شغال كمان هنشوف قطعه الارض وهي الاساس اللي فيها احنا دلوقتي في القطعه رقم 113 في المنطقه السابعه في الحي المتميز في مدينه بدر شركه النصار جروب يلا بينا نشوف هنا الارض بدات تطلع خلاص الاساسات بدات تتبني وهيكون معانا لقاء متميز جدا مع المهندس المسؤول عن المشروع احنا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل لان كان المفروض في فيديو تاني كنت حابه ان انا اوريه لحضراتكم الفيديو ده كان للاسف الشديد ما تحملش على الكنترول روم الفيديو ده كان فيه 3 مستثمرين بالصدفه وانا كنت مع المهندس جمال وصورت معاهم وهم اللي اوحوا لي فكره استثمار واستقرار قال لي المستثمر باللفظ الواحد كده قال لي انا جاي علشان استقر فقلت له استقرار ولا استثمار انت مستثمر قال لي لا انا جاي استقرار ثم استثمار فاكره حضرتك باشمهندس جمال طيب انا عايزك تكلمني بقى وتقول لي يعني تقول ايه للناس اللي بيشتغلوا عن تجربتك في مدينه بدر واستثمارك فيها واحنا ان شاء الله كل المشاكل التانيه اللي خارج العقارات اللي هي في مصر هتتحل عايزين نتكلم في المستقبل في المستقبل انا عايز اقول لكل شاب وكل شابه انت ما تحلمش يعني انت تحلم بالحلم بتاعك بس ما تنامش تحلم لا قوم حقق انت قوم حقق صحيح اسعى لتحقيق الحلم بتاعك صحيح. مصر كلها خير بلدنا كلها خير بفضل الله وبفضل سيادة الرئيس احنا في ظهره وبلدنا كلها خير ففي استثمار في بلدنا وفي خير في بلدنا بس انا اسعى يعني اسعى مش احلم واقول ده كان حلم ان انا بحلم مفيش تحقيق لي لا انا طالما بسعى هسعى وهحقق الحلم بتاعي ايه فرص الاستثمار عندك في الشركه سواء استثمار او استقرار الفرصتين ايه عندك فرص ان انت لو حابب مثلا انت عايز عارف ان العاصمه خلاص هتبقى هي مصر 2030 هتبقى العاصمه وحياتنا كلها هتبقى مثلا العاصمه ان انا
ما عنديش امكانيات ان انا اشتري بمليون او باتنين او اكتر، لا انا عندي في الاماكن اللي انا شغال فيها في مدينة بدر في ببتدي من 400,000 شقة لحد 700 لحد 600 ما شاء الله. ففي متاح، في تقسيط، في حاجة اسمها التمويل العقاري انا باخد منها مقدم وبقسط لك لحد 10 سنين. لو حد عايز يعمل استثمار وما عندوش امكانيه كبيره، هل شركه النصار جروب ممكن توفر له؟ نساعده. انت حابب عايز تاخد ارض واستثمر تبنيها، عايز هو ما عندوش امكانيه يشتري ارض لكن ممكن يبني. ممكن انا اديله الارض، ارضي اكون انا شاريها اديها له هو تبقى شراكه ويبنيها. تمام، يعني هنا احنا بنقدم كل متاح. احنا بنقدم النهارده من خلال المهندس جمال حمدي النصار فرصه لكل الشباب وكل رجال الاعمال اللي معاه مبالغ صغيره عايز يستثمر بيها، ممكن شركه النصار جروب كمطور عقاري ومستثمر عقاري ان هو يقدر ان هو يساعد حضرتك. وطبعا اي حد عايز يتواصل مع شركه النصار جروب الارقام موجوده امام حضراتكم على الشاشه، ممكن تشوفوها وممكن تتصلوا بيه، وانا بقول لكم يعني المهندس جمال هيرد عليكم. ولو المواقع مش موجوده في الشركه عندنا هنوفرها من ناس تاني، في شركات محترمه في المدينه كتير. دخلنا المدينه احنا هنا في شركات محترمه جدا كتير شغاله في نفس المجال بتاعنا. انا قبل ما ناس محترمه يعني. قبل ما اختم عايزه اخد منك يا سياده المستشار احمد يعني اديني توصيات نمشي عليها سواء للاستثمار العقاري الحديث التطويري او اللي احنا اتكلمنا طبعا فيها، يعني اديني بس نقطتين كده سريعا. بالنسبه لو انا قلت توصيات بالنسبه للمدن الجديده وبشان الاستثمار فيها، برضو بدعم كلام باشمهندس جمال فيها، لان انت بتتعامل مع جهاز هيئه مجتمعات عمرانيه. ايوه، بتتعامل مع دوله، ما بتتعاملش مع شركات ممكن تكون من الغير او نصب او ما الى ذلك اللي بتعرض به الناس. لا، انت رايح وبتتعامل مع دوله. باشمهندس جمال بياخد من هيئه المجتمعات ثم جهاز مدينه بدر او جهاز شروق او ايا كان، دوله بتخصص لك ارض، صحيح، بتدخل لك مرافق، فانت في امان الامان. اصبحت بتنتقل من العشوائيات اللي ممكن تخاف منها وتقول انا خدت مش عارف من ايه. انت شقتك لو انت حبيت تروح تشتريها في الشارع العقاري بيقول لك حاج جواب من الجهاز. اصبح ايه دلوقتي؟ اصبح انت في امان، بتتعامل مع مين؟ مع الدوله. ما بقاش في حته بقى ان انا يجيني حد من بتوع ممكن اكتب له عقد ولا ما عنديش بتاع الحي يبص لي ودي له قرشين يمشي، مفيش الكلام ده. انا بيشتغل وبيروح يجيب المطابقه من الجهاز، ينزلوا عينه يدخلوا له مرافقه، وانت بتستلم العين في موعد معين مع الجهاز. وبعدين في مشاريع، معلش حضرتك دلوقتي بترتبط بالعاصمه الاداريه، صحيح، يعني بقول لك العاصمه الاداريه هتفتح خلي بالك في 30/6، عايز الحته دي تتعمر عشان العمال اللي نازلين في الادارات والوزارات. صحيح. شركات، احنا بنتعامل مع شركات قوات مسلحه تقيله على فكره، تقيله ومرتبط بمواعيد تسليم. اخش بقى على توصياتي انهيها خالص اخر نقطه. خلاص احنا عايزه اخد كلمه من المهندس جمال تقول لي دعوه لكل شباب مصر دعوه لكل شباب مصر ان هم يكونوا موجودين معانا. احنا بندعو كل الشباب ان يجوا يستثمروا، بلدنا جميله، اجمل بلد في العالم باذن الله، هتبقى 2030 مصر الحديثه 2030 بفضل الله وبفضل رعايه السيد الرئيس الجمهوريه وبفضل رجاله الصعيد الجدعان. طبعا حضرتك مصر كلها برضه. كلمه اخيره استاذ سعاده الرئيس، ان ينظر الى رجال الاعمال اللي اشتروا في ظل القانون القديم، يدي استئناف تراخيص تشتغل، يمد فتره انتقاليه بالنسبه للاشتراطات البنائيه، وان المؤمل او المتوقع في شان الاشتراطات لما تصدر بعد كده ان يحطوا في حسابهم الشوارع الرئيسيه والشوارع الجانبيه والميادين عشان الناس تقدر تحس ان في استثمار. تمام. انا بستاذن زمايلنا في المهنه في الشركات كلنا يوميا احنا في التواصل، واحنا هم من خلال برنامج مع الدوله مع سعاده الرئيس، واحنا كلنا بلدنا بس بعد اذن نلحق نراعي الناس. عايزين نيجي لك يا ريس. احنا عايزين نيجي لك. احنا كمان عايزين نيجي لك يا ريس. احنا كمان مع الدوله. احنا كمان هنا البرنامج ده برنامج مصر الريادة، عايز يتكلم مع كل الرواد في كل المجالات، وعايز مصر دايما تكون في الريادة. تشرفت جدا جدا بالمهندس جمال حمدي نصار. شرفنا بيك وشرفنا بالقناة ان شاء الله. شكرا المستشار احمد ابراهيم بحضرتك وبالبرنامج وقصة البرنامج، وسعيد ان انت اتحتيلي الفرصة. شكرا ليكم واشوفكم تاني وحلقة جديدة ومصر الريادة، وتصبحوا على خير.